قال رحمه الله وروى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما نفذت منه يدعو امراته بما شراتها فتاب عليه اذا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى. نعم هذا ايضا دليل للسنه على إثبات العلو. المؤلف رحمه الله صفة الاستواء ثم استلم إثبات العلو وسيأتي بعدها صفة العلو مستقلة والعادلة خاصة لأن الاستواء علو خاص. فلهذا ذكر سبعة أدلة من القرآن صفة الاستواء ثم بعد ذلك ذكر الأدلة صفة العلو. فهذا دليل وحج أبي هريرة دليل على ثبوت صفة العلو لله عز وجل. والحديث صحيح رواه الشفاعي البخاري ومسلم وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده هذا قصر والذي يصبح هو الصالح والا نفسه لكن للتاكيد تاكيد البقاء والذي نفسه بيده نفوس العباد كلها بيد الله وفي اثبات بيد الله عز وجل. ما عند الرجل الى امراته الى فراشه فتاب عليه الا كان الذي في السماء استغفر عليها حياته كل من السماء ملائكة والله تعالى فوق الله تعالى فوق العرش والسماء إذا أطلق المراد به العلو هي في العلو والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش الذي في السماء يعني في العلو يتفق يعني القدرات الوحية. فإذا أطلق الأصل إذا أطلق السماء مراد به العلو وكل ما على فوق العرش فهو علو والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. وإذا وجد السماء الطباق المرضية فتكون تجمع على علاء وإذا أعلمكم ما في السماء أن تلعون وإذا وجد السماء الطباق المرضية فتكون على ما على علاء فتكون على علاء وعلى أعلمكم ما على السماء كان الذي في السماء يستعرضا عليها حتى يرضى والملائكة والرب سبحانه وتعالى على علاء. وهذا يدل على أن تسمع المرأة من شرف زوجها بغير سبب من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب لأن الله لأن أثبت أن الله يسخط على عليها وفي إثبات السخط لله بل والسخط الجليل في إثبات السخط لله عز وجل إثبات السخط إثبات العلو إثبات السخط لله عز وجل. وهذا في التحذير من المرأة من شبه زوجها بدون سبب وأن إذا فعل ذلك قد ارتكب الكبيرة. وفي الحل الآخر إذا رأى إذا تعرض للرأة فلم تأتي لعرفنا ذلك حتى تصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تؤمنوني ألا تؤمنونني وأنا أمين ألا ألا تأمنون ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وهذا أيضا الثالث كتب ابن المؤلف على صفة العلو وأن الله في العلو فوق المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وجه الدلالة قوله من في السماء في موضعين. الموضع الأول قوله وأنا أمين من في السماء والثاني يقول يأتيني خبر من في السماء والمراد بالسماء العلو السماء العلو والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. هذا دليل على صفة العلو حديث صحيح اتفق على الصحابة رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء في ثبوت تصفيه العلو وان الله تعالى فوق مخلوقاته. نعم. قال رحمه الله وروى معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال احشقها فانها مؤمنه. رواه مسلم بن الحجاج وابو داود وابو عبد الرحمن النسائي. نعم. ومن اجهل جهلا واسبق عقلا
وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. نعم، هذا الأسد السابع حيث معاوية بن حكم السلمي، وحيث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعشقها فإنها مؤمنة. وذلك أن معاوية بن حكم السلمي له جارية يعني أمل صراحة ترعى الغنم، ترعى الغنم له عند جبل أحد، فأبصرها من بعيد وجاء الليل وآخر شعبا، فغضب معاوية شفت الجارية يعني ما تقول تقول آخر شعبا، فجاء يتفكها ثم ندم وخاف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه فكها. النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه فقال يا رسول الله يحسبها. قال أعلم أنك لم تفهم ذلك لا تحسها النار، حتى من أجل أنه فكها ضربها مسكينة ما أسعت الذنب بدون صيام، حاولت تفتحها ما استطاعت، فكها معاوية. قال يا رسول الله نعم آسف كما آسف بن آدم فكتها. قال خذ آت الجارية خبرها هل هي مؤمنة ولا غير مؤمنة. قال أي الله. قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال فإنها مؤمنة. فدل به على فدل بذلك على إيمانها أن أثبتت عند الله بالأمر. وأهل البدع يؤولون هذا الحديث الجهمية والكفر والشعرة. هذا الحديث غصة في خلقه، لأنهم لأن كلمة أين إنما يسأل بها عن المكان. أين الله؟ أين مكان وفكر؟ فقالوا ما يمكن يسأل عن الله بأيها. حتى خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال جارها عجمية لا تفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألها أين الله سؤال فاسدها، لا يسأل عن الله بأيها، لأنه لو سأل عن الله بأيها لكان في تحديد المكان والمكان، وإذا كان الله في جهة العلو صار محدودا ومتحيزا وجسما، وهذا كفر عندهم. هم البدع يقول مقال الله في السماء شهر، لماذا؟ يقول ساقص الله، جعل الله محدود ومتحيز في مكان، ولا يكون شيء على شيء الا محدود ومتحيز، ولا يكون له جسم ولا يكون متبادل، وهذا يجعل الله يسلمه مثيل، وهذا تخرج به الجهل. اذا تأول هذا، كيف تأول هذا؟ اهل البدع يقول ان ظاهر النصوص كفر، ظاهر القران والسنه كفر، لا بد تعود لو اثبتها العلو والمعيه واثبتها العلم والقدره لله، هذه معها مشابهه للسلطات تشبه الله بخلقه، هذا كفر. اذا لا بد ان تتعولها تعولها اشكل عليهم اين الله؟ اين الله؟ الرسول فريق قال اين الله؟ اين الله؟ اين يشعر بها عن المكان؟ قال تشكل ذكر صدقها واثبت لها الايمان. ماذا عمل عبد الله؟ قالوا الا الرسول عليه السلام سأل سؤال فاسد، ما قصد يقول عن الله، قصد يقول من الله، لكن أين الله؟ قال أين الله لأنها رجالة أعجمية ما تفهم، خاطبها على قدر عقلها وفهمها. طيب الجواب لما أجاب قال إنه مؤمن، قالوا نعم أقرها على جوابها. الجواب قال السؤال فاسد والجواب فاسد، هكذا اتهم الرسول والعياذ بالله. رضي أهل البدع وصف الرسول بأنه سأل سؤال فاسد، لبس إذا صاروا لبس على الأمر، يسأل سؤال فاسد لماذا؟ يقول لأنه لأن دائرة عجمية ما تفهم، أراد أن يسأل سؤال مناسب عقلها ولو كان فاسد. فجاء الجواب قال أعتقد أنه قال والجواب جواب فاسد أقرها على جواب فاسد، لأن هذا الذي فهم أقرها على مقدار ما فهم. وقالوا إن الرسول قصده أن يقول بل الله، لا قصده أن يقول عن الله بل الله. الرسول عاجز أن يقول بل الله، الرسول أصبح الناس من حرفين وأين ثلاث صرف أسهل من الله. قالوا لا قصر رسول عيسى عن من الله، لكن لما اشتره الجنة العدلية قالوا قال أين الله، أي ليس في هذا المكان، والله ليس له مكان، لأنه لو كان له مكان فصار محدود ومتحيز. إذا أين يكون؟ قالوا لا هو في كل عيسى، ما
في كل مكان نعوذ بالله. ولهذا المؤلف رد عليه قال: ومن أجهل جهلا وأسخط عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجد أن يقال أي الله بعد تصديق صاحب الشريعة، من هو صاحب الشريعة؟ الرسول في قوله أي الله. إذا المؤلف قصدي يرد على من؟ على أهل البدع، يقولون هم يقولون لا يجد أن يقال أي الله، لماذا؟ لما سبب؟ يقولون لأنها تدل على أنه له مكان وأنه محدود وأنه متحيز وأنه جسم كما على سبيل الرسول. قال المؤلف يقول: ومن أجهل جهلا فعله بالعقل وأسخط عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقول أين الله. كيف يتهم الرسول عليه؟ أين الإيمان؟ يتهم الرسول بأنه ملبس؟ يتهم الرسول بأنه يسأل سؤال فاسد ويقر على جواب فاسد؟ أين الإيمان؟ أرأيتم كيف بشر من اتباع الهوى والعياذ بالله وتحريف النصوص إلى هذا الحد؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من شر الكفر. نعم. قال رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تبقر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، رواه أيضا كما ذكر المؤلف، وهو الدليل الثابت بدلا من المؤلف على أن الله في العلو وأنه فوق فوق المخلوقات وفوق السماوات. كانت زينب بنت جحش تفخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ارشاد من فوق سبع سماوات في اثبات ان الله فوق سبع سماوات. وذلك ان زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجت اولا زيد بن حارثه، ثم طلقها زيد رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه الله من فوق سبع سماوات فدخل عليها بدون ولي وبدون محر، لأن الله أنزل: فلما قضى زيد منها وطرا زوج عليها هل سبيل من فوق سبع سماوات. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوج عليها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وذلك ان عنده ابن جاهل كان في الجاهليه وفي اول الاسلام انه يجوز التبني. ما معنى التبني؟ الانسان اللي بعد ولد يتبنى ولد، يعني ولد ويسمه لنفسه ويكون في الجاهليه ولو كنت من ابناء تبنى ابن بالتبني ولد التبني، فنهى الله عن ذلك وقال: ادعوهم بآبائهم هو أحسن عند الله. ومن المعلوم أن الإنسان لا يتزوج ولدها ابنه، وزيد بن حارثة تبناها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام حتى كان يدعى زيد بن حارثة. فالله تعالى هجم التبني وأبطل بالقول وبالفعل، بالقول قل ادعوهم بآبائهم أحسن، وبالفعل لما طلق زيد زينب خرجت من العدة أمره الله أن يتزوجها هجم للسبب حتى يقول السبب، لأن ابنه لكن ابن جعي ليس ابن المسلم، ابن جعي شعار. والله تعالى هجم السبب وأبطله قولا وفعلا، فقولا ادعوهم يا أبا، وفعلا أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الجعي حتى يهجم السبب ويعلم بطلان التبني وان الابن الدعي ليس له فقط ابن السنه في الزوجه، لكن ابن الدعي هذا ليس ابنا صحيحا، ليس ابنا لك، ليس ابنا الرسول، ليس واجب لك ان تتزوج زوجته. ولهذا امر الله نبيه ان يتزوجها زوجته بعد طلاقها هدما للتبني، وانزل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بظهره ابن الولي زوجه الله فقط شعره، فكانت سيرة فقط على زوجها سفر عائشة وحفصة وكذا، وأنت زوجك يا أبوك وأنت زوجك ما زوج إلا أنت كثر السبع صح هذا أي صح. نعم. والشاهد قوله من فوق سبع سماوات إثبات العلو لله وأن الله فوق السبع. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته
وأنه يعرج بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. نعم، هذا حديث رواه الإمام أحمد والدارقطني وسنده لا بأس به. وفيه إثبات العلو، هذا الشيء الثالث رحمه الله، وفيه إثبات العلو قوله حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله، ذكر عن المؤمن عند موته يعرج بروحه حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله. أقول حتى ويبدا ويا السماء ساحرة فوق التي فيها الله، يعني فوق المراد أن الله في العلو، في السماء في العلو التي فيها الله، ففي إثبات أن الله في السماء يعني في العلو ولا فوق السماء في السماء، وفي أن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء. الإمام أبو الفاجر والكافر فإنها تغلق أبواب السماء دونها إذا كان السرور قد أغلقها ثم تطرح طرحا، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد قول حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله، وفي إثبات أن الله في العلو. نعم. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو القاسم الطبري في سننه. وفي هذه المسألة نعم، وهذا أيضا كذلك الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه أبو القاسم الطبراني، رواه أبو داود ورواه أبو القاسم الطبراني، أو قسم الطبري في شرح كل اعتقاد أهل السنة، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه غيرهم من أهل الدارمي من ترد على الجهمية والبيهقي والذهبي في العلو، والحديث ضعيف في ضعف الحديث ضعف، ولكن المؤلف أورده له شواهد، يعني شواهده، وكذلك أورده غيره من العلم في إثبات العلو، أورده هؤلاء الأئمة كلهم أوردوه الذهبي في العلو، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا حديث مشهور في رقية المريض أو رقية المريض، يقال هكذا رب الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اغفر لنا حبنا وصل لنا حبنا كما رحمتك في الدرجة إذا رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك برحمتك وشفاء مشفاك على هذا الوجع فيفرح بإذن الله. والشاهد قوله رب الله الذي في السماء أي في العلو، فأثبت أن الله في السماء. والحمد لله إن كان ضعيف إلا أنه شواهد، ولذلك احتج به هؤلاء الأئمة الذي شواهد. نعم. وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنة رسول الله. نعم، يقول مؤلف رحمه الله هذه المسألة ومسألة العلو أدلة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، يطول بذكرها الكتاب، وكما سبق وثلاث منها أفراد الأدلة تزيد على ثلاث آلاف كلمة، تزيد على ثلاث آلاف كلمة لا يمكن حصرها، كلها تدل على أن الله فوق المخلوقات وفوق العرش، كل نص فيه أن الله استوى على العرش هذا دليل على العلو، كل نص فيه أن الله في السماء دليل على العلو، كل نص فيه الفوقية دليل على أن الله كل نص فيه العلو وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، كل نص فيه الصعود إلى العلو، كل ما يكون من أسفل إلى أعلى يدل على العلو، كل نص فيه الرفع والرفع عن الله يدل على العلو، كل نص فيه نزول تنزيه الشر الله عز وجل يدل على العلو، كل نص فيه سؤال عنه بعينه يدل على العلو، وهكذا كل نص فيه رفع الوصف الى السماء يدل على العلو. هذه أنواع من الأدلة كثيرة لا حصر لها،
ولذا قال رزقوا في الكتاب كثيرة، لكن قد تحصر على أنواع العلم مثل ما ذكرت لكم نصوص الاستواء، نصوص العلو، نصوص الفوقية، نصوص النزول، نصوص الضرب، نصوص الصعود، وهكذا كل بس كل نوع تحت أفراد كثيرة. مثلا نصوص الاستواء تحت سبعة أفراد، وإلا أفراد ما تبع ذكر العلماء أنها تستزيد على ثلاثة، ولهذا قد فلت يطول بإذن الله يعني رفع الحصر، لكن ذكر أمثلة بها. قال المؤلف وممكن أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله ممكن لسنة رسول الله، يعني الذي ينكر أن الله في العلو يكون مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله، وإذا كان جاحدا إذا كان جاحدا هذا الرسول فلا يكون مبتدع والعياذ بالله. أما إذا كان متأول فهذا قد لا يكفر عليه بالكفر، لأن هناك فرقا بين الجاحد وبين المتأول، فالجاحد الذي أنكر كلام الله جحد كلام الله كلام الرسول يكفر عليه، قد يجحد كلام الله سواء ينكرها فلا كذب الله، وما كذب الله كفر. أما الذي يتأول لا يجحد، أنا أؤمن بأن الله أقول بالآية رفع عرشه، لكن أتعول أقول معنا استواء استولى، فرق بين الجاحد وبين المتأول. ولهذا قال الله رحمه الله ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآية والأحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنة رسول الله. وقال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. المؤلف رحمه الله استدل ايضا بالاثار على السلف على ثبوت العلوم مثل بقول مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو عن علمه مكان، لا تقرا من ادله كتاب الشريعه وعقوله من اخر كتاب السنه ولا نتائج فقر صفه قال السنه ومن قدامه في ذات صفه العلوم. قالوا الله في السماء في العلوم وعلمه في كل مكان، علمه لا يخلو عن علم المكان، واما هو سبحانه فوق العرش. نعم. وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا استدل المؤلف بقول الشافعي رحمه الله، وهذا أيضا رواه ابن قدامة في صفة العلو، والشاهد قوله خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه، قضى الله في سمائه يعني في علوه، فأثبت أن الله في السماء وجمع عليه قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا فوق سبع سماوات بادنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وإشارة إلى الأرض. نعم، قال عبد الله بن المبارك ما هو الإمام والورع الزاهد المشهور، وهذا المقالة التي قالها عبد الله بن المبارك عبد الله بن رحمة كتاب السنة والثالثة خلق أفعال العباد والدالي من الرد على الجهمية والرد على ابن إدريس وابن الأسباب والصفات وابن قدامة في إثبات صفات العلو وابن القيم في اجتماع الجيش للسنة وغيرهم. يقول عنه المبارك نعرف ربنا فوق سبع السماوات، هذا الشاهد وفقط أثبت أن الله بائنا من الخلق، ليس من خلق المخلوقات، بائن منفصل عن المخلوقات، المخلوقات نهاية من جهة العلو العرش انت هتبقى والله هو وليس بسكة المخلوقات. يقول بعض الله ولا نقول كما قال الجميع انها هنا واشرع الارض، الجميع يقول في كل مكان في الارض وفي السماء وفي كل مكان نعوذ بالله. نعم، نقف على هذا ولهذا يقول انتهينا من كلام المؤلف على صفة الاستواء وصفة العلو، نقف على صفة الكلام على صفة الاستواء. نعم. السلام عليكم، هذه مجموعة من الأسئلة، أسئلة حول الحديث الثالث لما يرجع حديث العتاب لو يريدون معرفة صحة الحديث وما معنى الأوهام. نعم، سبق أن في بعض الروايات ما تعرف لأن عندي بعض في بعض، ولكن العلماء على ردوه في كتب الجمعة وحسنوه لأن له شواهد، كما سبق لأن له شواهد، ولهذا
يحتج به الإمام الشافعي الكندية وابن القيم وإمام مسلم محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم الذي أوضح أبو داود وغيره. فله شواهد تقول وفوق ذلك أوعاد يعني ملائكة على صفة الأوعاد ملائكة خلقهم الله صفة الأوعاد. نعم. يقول نرجو من فضيلتكم زيادة التوضيح حول قولكم الذين أنكروا الاستواء والعلو سلكوا مسلكين يقول نرجو التوضيح لقولكم هذا. يعني الذي أنكر العلو ماذا يقول؟ الذي يقول إن الله ليس فوق السماوات بل فوق العلو سلكوا أحد مسلكين يعني في الرب سبحانه وتعالى. بهم من يقول هو مختلف من السلطان الجهنية الطائفة الأولى أنكروا العلو وأنه فوق المخلوقات وقالوا إنه في كل مكان فقالوا مختلف المخلوقات في كل مكان أعوذ بالله حتى الحمام حتى بطون السباع وأجواف الطيور في كل مكان تعالى عنا كل علو وكل. والطائفة الثانية الذين أنكروا أن الله تعالى المخلوقات قالوا إن الله يتفق المخلوقات أين هو؟ نفوا النقيضين لا داخل العالم ولا خارج ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايد له ولا متصل به ولا متصل به ولا داخل العالم ولا خارج لا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا متصل عنه ولا مباين ولا غير مباين شكرا. نعم عجب لا أشد أشد من العجب يقول علماء رسول القديم هذا معناه مستحيل يقول هذا وصف مستحيل أعوذ بالله. يعني هم وهؤلاء أشد كفرا من القائد الأولى اللي نفوا النقيضين أشد كفرا من طالب الإسلام وإن كان كل منهم واحد كافر أعوذ بالله إن كان كل من القائدين كافر. نعم. يقول الأشاعرة استوى بمعنى السولة ودليلهم قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم من راس فبما يرد عليه؟ هذا قول باطل الشاعر وغيره. أولا الاستواء معروف على اللغة العربية كما قال الأئمة وهذا الحديث قد استوى بشر على العراق لا يعرف له قائل لا يعرف قائل. ثم ايضا لو سلمنا انه عرف قائله فلا بد من سند متصل حتى يعرف من قال حديث رسول الله لا يقبل حتى يصح السند وتعجب الرواه اذا جاء حديث عن الرسول عليه السلام لا نقبل الحديث حتى يصح السند متصل بالثقات اذا متصل باستقامة الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت سرد منقطع أو كانت الرواية غير حدود فأكثرها فكيف يقبل بيت ما يعرف مقاله ليس له سرد ولا خطاب ولا جمال ما يعرف قائل لهذا الأبي. ولو سلمنا أنه قاله قائل يكون شاعر لو سلمنا أنه صح السرد والسرد متصل بالرواية حدود يقول هذا خالف أهل اللغة فكيف شاعر. الحديث إذا خالف طاوي الحديث إذا قال ما هو أوثق منه يكون الحديث ضعيف لشذوذه يكون يخالف ما هو أوثق منه. فلو فرضنا عند هذا القائل العربي يقول أنه شارك خالف هذا اللغة ما قالوا من هذا فكيف وهو لا يعرف له قائل ليس له خطاب ولا جواب. ثم أيضا الحديث روي قد استولى باسم على العراق ذو جواسات قد استولى باسم على العراق من غير سيف أو دم مهراقي قد استولى بهذا وهذا أكثر رواية بها هذه الرواية قدر على هذه الرواية. نعم. السلام عليكم. وحجتهم لا نعم. أسئلة كثيرة حول الكتاب مثل ذكرتم أن الكتاب مخلوق فهل المقصود الكتاب الحديث؟ ذكرتم أن الكتاب مخلوق. مخلوق. فهل الكلام هو المخلوق أم ذات الكتاب الذي فوق العرش؟ وأيضا ذكرت الكتاب مخلوق فهو عنده فوق العرش كتب الله كتابا. ثم السؤال آخر حول نفس الموضوع هل قلت مخلوقا؟ هذا الذي قال عن أن قلت مخلوق ما قلت هذا الكلام لكن معلوم أن الكتاب فعله كتب الكتاب هو عندك فوق العرش هذا الكلام ما تحكم كتبه الله في كتابه وجود هذا مستثنى فوق العرش والى العرش في المخلوقات. نعم.
أيضا أن الله تعالى يوصف بصفة الكتابة كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا. وفي الحديث الآخر أنه أمر القلم أن يكتب. قال هناك فرق بين الله قسم ولا قال أمر القلم لما خلق قال اكتب فجرى في تلك الساعة من وقع له. وفي رفع أنه قال يا رب وغدا في القلم ثم قدر كل شيء إلى آخر تلقى الله تعالى بالقلم فكتب والله كتب إن الله. وفي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب الله مقادير الخلق طلع له بسم الله من 500 سنه وكان على الصلاه. وهذا الحديث كتب في فهو عند الصلاه. وفي الحديث الاخر ان الله خط التوراه بيده لموسى فلما يصلى في ملكه. نعم. كيف نرد على من استدل بحديث الجاريه على ان الايمان مجرد التصديق؟ ذلك هم الان طعنوا كما صرف هذه الجاريه قالوا جاريه عجميه لما تنقص فالرسول سأل طعنوا في النبي وقال الرسول سأل سؤال فاسد. الايمان تصديق قوله وعمل وليس في عند الجاريه ما تعمل ولا شيء لما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه معلوم من التصديق يحصل العمل وليس في الحديث ان الجاريه ما تصلي ولا تصوم فاسد. انما سالها عن الايمان الذي هو دليل على الايمان ثم ذهب. نعم. قول المؤلف ونطق بها كتابه هل هذا الاسلوب مقبول عند اهل السنه ان ينسب النطق للكتاب؟ نعم المرء ينطق القران هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ماذا تقول في الايه؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ينبغي الانسان ان يتامل النصوص قبل ان يسلم. نعم. اسئله حول لفظ الصعود ولفظ على وارتفع هل نصف الله بهذا صعد وعلى وقفه؟ نعم نعم كما سمعت ان السلف لهم اربع عبارات استقر وعلى وصعد وارتفع مع الاستواء. والله تعالى استوى في هذه المعاني الاربع على عرش استواء لكم جاهز وعظمه. نعم. يقول نرجو من فضيلتكم تذكير اخواتنا الحاضرات بالدوره باهميه الالتزام بتغطيه جميع الجسد وخاصه الكفين والقدمين حيث يتساهل بعضهن في ذلك علما بانهن اولى بالتخيل من غيرهن من عامه النساء. نعم لا شك لا شك ان المراه يجب عليها ان تكشف ما بها كلها عوره يديها ورجليها وقدميها وشعرها ووجهها فيجب المراه تبدي يديها بعض النساء تستاهل تجد تبدي يديها للرجال تخرج تركب السياره تبدو يديها هذا حرام عليهم لان اليدين عوره لا بد ان تخرج اما بالقفازين او بالثوب وكذلك الرجلين وكذلك الرجلان تسترهما اما بالشراب او بالثوب. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاستار نهى عن الاستار قيل يا رسول الله النساء تحتاج الى تسل الثوب حتى تغطي قدميها فقال تسل شبرا فيما يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن قال تسل ذراعا لا تزدنا دل على ان المراه لا بد ان تستر قدميها تستر قدمين اما بالشراب او بالثوب تستر اليدين اما بالشراب او بالثوب ويجب المراه تسل يديها او اصابعها او الذهب الذي في يديها وكسلها هذا حرام عليها طبعا تستاهل تجد على صاحب الذهب تخرج اليها وعليها الذهب تخرج الساعدين تجد في السياره في الاسواق تخرج اليدين ترى بيض يديها من بعد ترى رجليها حرام عليها وواجب عليها كلها عوره الا في ايتها في التراث اذا كان عندها رجال اجانب تكفي وجهها في التراث اذا كان عندها رجال اجانب تخرج حتى نعم صلى الله عليه وسلم تنبيه هذا. نعم. هل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟ فهل يقال استوى الله على الكرسي مثلا؟ نعم الكرسي غير العرش. الكرسي غير العرش كما في الحديث ان في السماوات السبع والارض السبع مثل الكرسي الا في حلقه القيت في ثلاث من الارض ونسبه الكرسي الى العرش في حلقه تقاتل ثلاث من الارض. اذا العرش مخلوق عظيم والكرسي مخلوق عظيم جاء صحن العرش
عن ابن عباس ان الكرسي على الكرسي موضع قدميه لرب العالمين، والعرش لا يحصل قدمه الا الله. فالكرسي مخلوق عظيم اكبر من السماوات، نسبه السماوات اليه كحلقه وفي ذلك تراه بسبع او تحسين صحراء من الارض، ونسبه الكرسي للعرش كذلك كحلقه ملقيت في ثلاثه من الارض. فالكرسي غير العرش، هذا هو الصواب. في قول انهما شيء كان واحد، ولكن هذا قول ضعيف. والله العظيم من يقول الكرسي علم، هذا قول باطل. نعم. يقول قابلت رجلا يثبت صفتي العلو والمعية. يثبت صفتي العلو والمعية فكيف يرد عليه؟ نعم. يقول انه قابل رجلا يثبت صفتي العلو والمعية. نعم. احسن ان شاء الله. اهل السنة كلهم اهل الحق يثبت العلو والمعية، لا منافة بينهما ولا تناقض بينهما، خلافا لأهل البدع. أهل البدع يبطلون العلو، يبطلون علو الله بالمعية، يضربون مثل بعضها إلى بعض ويجعلون صفة المعية تنقض صفة العلو وتبطلها، وهذا من أبطل البعض. لأن ليس معنى المعية أن الله يستوفي المخلوقات، المعية في لغة العرب معناها بمطلق المصاحبة، بمطلق المصاحبة، وهي تختلف اختلاف المتعلقات يوم الصوفية. فتقول فلان مع فلان يعني في الرأي، وإن كان على نشط هذا المرء فلان مع فلان يعني في الرأي وفي الاعتقاد. وتقول الأمير مع الجيش، والجيش قد في مكان والأمير في مكان، يعني معه في الرأي والتدبير والتفكير. ويقال فلان جلسه معه، قد تكون في المشرق أو في المغرب، يعني عشقه معه في المعية. لا تجد الاختلاط ولا الانتزاج، وإنما معناها مطلق المصاحبة، وتفيد مع المصاحبة المقاومة في أمر من الأمور. وتقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر هل هو مختلط بالقمر؟ أنت حال القمر المغفل له أو صوت؟ ما زلنا نسير والنجم معنا. وتقول المساء معك ليس لك القمر. فلما يقال من العلو والمعية، لكن أهل البدع ليسوا من أهل المعرفة، من أهل الجهل، هم جهلوا معنى العلمية في اللغة، فضربوا النصوص بعضها ببعض، وأبطلوا نصوص العلو والفقية في نصوص المعية. نعم، وأما أهل السنة فآمنوا بالنصوص من الجانبين، وجمعوا بينهما جمعا صحيحا. نعم. السلام عليكم. يقول هل الذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان، هل هو مثل الذي يقول أن الله في كل مكان؟ لا، أن يكون الله في كل مكان هذا كافر، أعوذ بالله. والذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان هذا الإحسان، هذا عبد الله على الإحسان. في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراقبك، هذه المراقبة. يراقب الله فيعبد الله عن المشاهدة، أن الله يرى عبد الله على أنه يراه، فيضعف عن هذه المرتبة فإنه يعبد الله على أن الله يراه. فلا يقال هذا مثل هذا، كيف هذا كافر يقول الله في كل مكان، وهذا محسن عبد الله عبد الله عن المشاهدة، كيف يقال هذا مثل هذا؟ ذكرتم أحسن الله إليكم أن الاستواء يأتي متعد بالواو بدليل قوله تعالى يأتي متعدي بالواو، بدليل قوله تعالى استويت أنت ومن معك على الكل، لكن هذا متعدي بعلى وليس بالواو. نعم، له أقول يأتي معه، يأتي متعدي بلا ويأتي بالمعية، كل واحد منها معنى. إذا كان في الواو هذا يفيد المساواة، استوى الماء وفيده، يعني في المعية نصف الماء عاطفة، هذا له معنى وهذا معنى. أما إذا جاء عز به على فهل يفيد العلو والارتفاع ويستوى على ظهور. نعم، وفق الله جل وعلا، ثبت الله فينا عند الله محمد وعلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الغني المحفوظي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال عز وجل:
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من الصفات التي جاءت في القرآن العزيز والسنة وحدثت السنة المطهرة صفة الوجه لله عز وجل، ولهذا قال المؤلفون الصفات التي نطق بها القرآن لقول الله تعالى: هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، نطق بها القرآن يعني أثبت الله تعالى في الكتاب وصحت بها الأخبار والأخبار لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الوجه، استدل على ذلك الأدلة من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، وقل إلا وجهه في سطر وجه الله، سطر وجه والذات، سطر وجه والذات. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأهل البدع ينكرون صفة الوجه لله عز وجل، لا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا، وهم صفة الوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، والأشاعرة يتأولونها، منهم من يؤولها بالذات، منهم من يقول بالذات وجه ربك أي ذات، تجد هذا في تفسير الجلالية، ويبقى وجه ربك أي ذات، فصل من ذلك اختار الوجه، والآيات هي اختار الوجه والذات، وكذلك أيضا الشاعر من البغدادي والآمدي وغيرهم من الشاعر قالوا أول وجه بالذات. ومنهم من صور بعض الأشاعر المحدثين كالبيهقي وغيره، فإنهم جعلوا صور هذا الصفة، والتصوير معناه إثبات، تصوير المعنى، تصوير المعنى، يقول لا نعلم معنى هذا الصفة، تفويضها إلى الله، لا نعلم معنى التفويض، هو عدم إثبات معنى في النصوص ونصوص الصفات، وهذا بعضهم، قال بعض أهل العلم أن التفويض شر من التعطيل، المفوضة شر من المعاصي، المفوضة الذين لا يثبتون معاني الصفات، ولا ندري معنى الاستواء، معنى اليدين، معنى الوجه، وما ادري معنى كان حروف لاتينيه، كان حروف عجميه، نفهم معناها هذا غلط، لان الله سبحانه وتعالى امرنا بتدبر القران كله فلا ننسى في شيء، افلا يتدبرون القران ام على قولنا قال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: ولقد اختاروا القران للذكر فهل من مدكر، ومن الأشاعرة من أحدثها كأبي ثورة، كذلك البيهقي رحمه الله، وإنسان من الأشاعرة أحدثها بسبب البغدادي والآمدي فإنه يقولها بالذات، ومنهم من فوض الشعر مفوضة طائفة تقابل المعاصي، والمعاصي لها الذين فضلوا الرب من صفات كماله، أول صفة الاستواء بالاستيلاء
أو صفة الوجه بالذات أو المحصر. وأما المصورة فهم الذين يصورون المعاني مع السفر لا ندري ما معناها، يصورها على المعنى لا نعلم معناها. وأهل الحق أثبتوا الصفات، أثبتوا الصفات وأثبتوا معانيها وفوضوا السفر كثيرا يعلمها الله، كما قال الإمام رحمه الله المسؤول عن الاستواء قال الاستواء معلوم هو سيف مشهور والإمام به واحد. تعرف معنى العلم عن ضد الجهل، تعرف السمع عن ضد الصمت، تعرف البصر ضد العمى، تعرف المعنى حسك المعنى الفرد يقول لها ما ندري معنى البصر ولا ندري معنى السمع ولا ندري معنى العلم. هذه الحروف ملوكها بألسنتها لا ندري معنى الفرد معناها الى الله. هذا بعض المعاني معلومة، إنما الذي لا يعلم هو كيفية الصفات. كيفية الصفات يعلم معناها كيفية صفة العلم، كيفية صفة الصبر، كيفية صفة الاستواء، كيفية صفة الوجه تعلم معناها. أما المعنى فهو معلوم. ولهذا المؤلف رحمه الله قال من الصفات التي نطق بها القرآن الصحيح إلى الأكثر عن الوجه. استدل بآية من كتاب الله، الآية الأولى قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في صفة الوجه. والمعوذ يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته. قصر من هذا إنكار الوجه. ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. قال من القرآن العزيز، واستدل من السنة أدلة. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات في الجوف أربع، ثنتان من ذهب حجتهما وعانيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حجتهما وعانيتهما وما فيهما، وفي الآخر جنتان من ذهب عانيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة عانيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رجال كبرياء على وجهه في جنة عدن. تقول إلا رجال كبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي إثبات أيضا صفة وفي إثبات الرؤية وأن الله تعالى يرى قبل القيامة. وفي إثبات الكبرياء، إثبات الكبرياء لله عز وجل. قال الله تعالى وله كبرياء في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم. فهذا الحديث من صفات ثلاث صفات، صفة الوجه، صفة الرؤية، صفة الكبرياء. والرؤية هي يتكلم عنها رحمه الله، والرؤية يتكلم عليها وهي الصفات التي تسجل للواقعية بين أهل السنة وبين أهل البدع. قل وما بين القوم لا نظر إلى ربهم إلا رجال كبرياء على وجه في كل مكان. هذا خاص بالمؤمنين، المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وفي موقف القيامة أيضا يرونه. وأما غير المؤمنين اختلف العلماء في رؤيتهم لله في موقف القيامة. من العلماء قال إن يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم ثم يكتجب عن الكفار. ومن العلماء قال إنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين صاروا مع المؤمنين في الدنيا وجرت عليهم أحكام الإسلام وصاروا معهم في الآخرة، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن الكفار ويضرب بينهم بالسلة له بعض. وقال أحد من العلم انه لا يراه الا المؤمنون، واما الكفار فانهم يحجبون عن الله. قال كلا ان عن ربهم يومئذ محجوبون. والذين قالوا ان المؤمنين ان الكفار يرون يوم القيامه فهذه الرؤيا لا تفيدهم، بل يستمر بها عذابا اذا حجبوا. ولم مثل الثاني حينما يرى سلطان ثم يعاقبه فانه لا يستمر هذا الرؤيا الا عقوبه. فيه إثبات الجنة، فيه إثبات الجنة وأن المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم. إن ثاني الذهب عليهما وفيهما هذه المقربين صادقين المقربين، وجنة الفضة عليهما وفيهما للمتفكرين أصحاب اليمين، كما قال الله تعالى في سورة البقرة ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أعناب فيهما عين كبريان هذه المقربين. ثم قال ومن دونهما جنتان، هذه التفصيل من دونهما جنتان سدهامتان أربع جنات. نعم، فالمؤمنون يتفاوتون في درجاتهم وفي الجنة على حسب أعمالهم. نعم،
وروى أبو موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على الأنكر الجنة والنار للجهمية. الجهمية أنكروا الجنة والنار وقال إن الجنة والنار إنهما المعتزلة يقولون إنهما لا تجدا إلا يوم القيامة. إذن المعتزلة قالوا إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة. الأمر الآن فهما عجب. هذا نقص الباطل. وقال آخر أن الجنة موجودة والنار وعدة المتقين والنار وعدة الكافرين ويفتح باب إلى المؤمن باب إلى الجنة يعتمر راسها وطيبها والكافر يستمر باب إلى النار يأتي من حرها وعذابها. والأرواح روح المؤمنين في الجنة نعم وروح الكفار في النار تعذب وفي الجنة الوزان والحوض. قول المعتزلة من أبطل باطل. وكذلك الجهنم يقول انه يوم القيامة تتيان لأن هناك تتيان جميعا هذا من أبطل باطل. وروى أبو موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها. رواه مسلم. نعم هذا الشيء رواه مسلم كما قال المؤلف رحمه الله ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي في الأسباب والصفات وفي لفظ المسلم قال قيل قام خمسين رسول الله يكون في أربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القصة ويرفعه. فيه أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأن الله نزه عن النوم ضعف احتاج إليه الضعيف المخلوق احتاج إلى النوم حتى يستريح. والله تعالى لا يسحق ولا يسحق تعب لا تأخذه سنة ولا نام سبحانه وتعالى يخطب القصة ويرفع العدل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور النار وفي لفظ حجابه النور حجابه النور وفي لفظ النار وفي لفظ حجابه النور لو كشفها لو كشفه أو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه البصر وفي لفظ لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر هو من خلقه ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها. وهذا الحديث تدل به المؤلف على أثبات الوجه قول لا أحق سبحات الوجه في أثبات وجه لله تعالى وفيه أن الله تعالى لا يرى أحد في الدنيا لأنه احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بالنار والنور ولو كشف الحجاب احترق الناس احترق الخلق ولا يستطيع الناس أن يثبتوا لرؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى الرؤية كلم الله موسى بدون واقفة وراء حجاب فلما كلمه رمع موسى عليه الصلاة والسلام في الرؤية ربي أرني أنظر إليك. الآن يا ربي سمعت كلامك من دون حجاب ربي أرني أنظر إليك. قال الله لن تراني ما تستطيع ما تحمل ما تستطيع تصل الرؤية ولكن انظر إلى الجبل الجبل صب صخ عظيم فإن استقر مكانه تصل السرعة إن كان الجبل ثبت من الرؤية فأنت تستطيع وإلا فلا. فلما تجلى الله للجبل ادكت من الجبل ادكت وسحب وخر موسى صائقا تسير من عليه. فلما افاق موسى قال سبحانك تبت اليك وانا هو المؤمنين انه لا يرى احد في الدنيا الا معك ولا جبل الا في دحيه. ولهذا الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في رحم العرش وانما سلمه الله من وراء الحجاب وفرض على الصلوات خمس وقرانه وراء حجاب ولا يستطيع احد غير الله في الدنيا ولا لا جبريل ولا غيره الملائكه ولا غيره احتجب الله من خلقه في هذا الحديث مثل بالنار او النور وجاء في اثار الله احتجب من خلقه بنار ونور وظلمه وثلج
فلا يستطيع أحد أن يرى الله ولا يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله في الدنيا، فليحترقوا لو كشف الحجاب احترق. ولكن في يوم القيامة يبشر الله المؤمنين كشعة قوية يتحمل رؤية الله، فينظر المؤمنون إلى ربهم يوم القيامة يبشرون كشعة قوية، ينزل الله البطر تنبت من اجسادها، ويبشر الناس كشعة قوية اصبح الذات هي هي الذات الصفاء، فتبدل الصفاء والذات هي هي الذي يعاني يبلى كله الا عدله، فلا ثم يعده الله ويعد الذرات التي استحالت هي هي الا ان الصفاء هي تتبدل، فيبشر الله يشعر قوي ويتحمل رؤيه الله في الدنيا ولا يتطوع قلع. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب، يذكر في هذا القلب وما كان لبشر تلك النبي عليه الصلاه والسلام لانه وحي كلمه الله من وراء حجاب، هذا هو الصواب. قال بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه ليله الاعراج ببصره، والصواب انه راه بعين قلبه ولم يره بعين وحي، هذا الصواب الذي عليه الحافظون والصحابه وغيرهم. فهذا الحديث فيه تنزيه الله عن النوم، وفيه ان الله احتجب من خلقه بالنار او النور، وفيه ان الله لا يراه احد في الدنيا بقوله لا احرق السماوات وجهي كل شيء محمد شيء، وفي اللفظ الاخر ما انتهى اليه بصره من خلقه من خلقه جميع الخلق، ومحمد صلى الله عليه وسلم فلم يرى ربه في الاراج بعين راسه وانما راه بعين قلبه، ولكنه سمع كلامه وكلم الله من دونه واخبر من وراء الحجاب. نعم. فهذه صفه ثابته بنص الكتاب وقدر الصادق الامين، فيجب الاقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابته بواضح الدلالات. نعم. هذه يعني صفه الوجه، هذه صفه ثابته بنص الكتاب كما قدر كل شيء هذه كل وجه، وقدر الصادق الامين يجب الإقرار بها والتسليم، يجب على كل مسلم أن يقر بهذه الصفة صفة الوجه ويثبت الوجه لله عز وجل. كسائر الصفات الثابتة خلافا لمن أنكر الصفات الجهمية والمعتزلة أنكر الصفات قال ليس لله قدر ولا علم ولا سحر ولا بصر، وخلافا للأشاعرة الذين تأولوها بالذات وبعض الأشاعرة أصبحها كما يقول غيره. نعم.